قصف الطائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا يعود لعائلة حجازي في المنطقة الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذه الغارة والقصف المنزل المأهول بدون سابق تحذير وإنذار أدى إلى استشهاد 8 مواطنين، 5 منهم من الأطفال، تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة رفح، بالإضافة إلى عشرات الإصابات من سكان المنزل نفسه والجيران والمارة في تلك المنطقة. برغم أنها منطقة في غرب مدينة رفح بعيدة جدا عن الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، إن الاحتلال قصف هذا المنزل على رؤوس ساكنيه في ظل وجود عدد كبير من النازحين في تلك المنطقة. حتى هذه اللحظة الحصيلة الأولية 8 شهداء والعدد في ارتفاع في ظل عمل طواقم الدفاع المدني والإسعاف على إزالة الركام وإزاحتها عن رؤوس سكان هذا المنزل. فيما وصل إلى المستشفى جثث 5 أطفال فلسطينيين بالإضافة إلى 3 من النساء وواحد من كبار السن، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات. هذا هو القصف الثاني هذا اليوم لمدينة رفح، حيث كانت هناك غارة قبل ساعات من الآن استهدفت أيضا منزل آخر، منزل سكني أدى وأسفر إلى استشهاد 6 مواطنين من الأطفال والنساء في منطقة مخيم الشبورة غرب مدينة رفح. متى كان آخر قصف أو آخر قصف لمدينة رفح، وهل كانت هي من مراكز الاستهداف للقصف الإسرائيلي في الأيام الماضية؟ نعم، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، لأن هذا القصف لهذه المنازل والعدد الكبير من الشهداء وهو الأكبر على منذ 3 أيام، لم يكن هذا العدد من الشهداء في يوم واحد، حيث نتحدث اليوم تقريبا عن 16 شهيدا في قصف منزلين في المناطق الغربية من مدينة رفح. نحن كنا في مكان القصف الأول في مخيم الشبورة ورأينا عدد كبير من الإصابات من الأطفال والنساء، بالإضافة لانتشال ثمين من الشهداء الأطفال والنساء في تلك المنطقة، بالإضافة لنقل الإصابات إلى مستشفيات المدينة. كيف تبدو الخدمة هناك في مدينة رفح محمود؟ نتحدث عن الخدمة الصحية في مستشفيات مدينة رفح، فهي مستشفيات متواضعة نوعا ما مقارنة بقية مناطق قطاع غزة، على الرغم أن المنظومة الصحية في كل قطاع تعاني من أزمة كبيرة في المستلزمات الطبية والوقود وما إلى ذلك، لأن مدينة رفح تعاني من الأصل من قبل الحرب من ضعف في إمكانيات المنظومة الطبية، وهذا مما يزيد أيضا معاناة الكوادر الطبية التي تعمل على استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى على مدار اليوم. نعم محمود، تحدثت قبل قليل عن نزوح العشرات من الفلسطينيين ومن أهالي غزة إلى مدينة رفح، هل لك أن تحدثنا عن حالة هؤلاء النازحين وهل هي الأعداد كثيرة هناك وهل يتم استهدافهم أيضا، لأن في بعض المناطق في قطاع غزة الأغلبية الذين يتم استهدافهم هم من النازحين؟ نعم، تصادفنا اليوم أثناء تغطية قصف منزل في مخيم الشبورة أن في المنطقة التي كنا نصور فيها كانت هناك أعداد كبيرة من النازحين القادمين اليوم جدد إلى مدينة رفح عن طريق صلاح الدين، والذين قادمين إلى مدينة رفح من مدينة غزة. في نفس المكان الذي كان هناك فيه قصف كان هناك وفود من هؤلاء النازحين يحملون شنط أمتعتهم وأطفالهم والنساء والكبار السن، مروا من أمام المنزل المستهدف، أي يعني هم قدموا على مدينة رفح على أنها منطقة آمنة، لكن على العكس تماما الغارات الإسرائيلية لم تتوقف. مدارس الوكالة ومدارس الحكومة أيضا امتلأت بعشرات آلاف المواطنين، نتحدث عن ضعف العدد من سكان مدينة رفح، مدينة رفح يقصونها تقريبا 250,000 نسمة، نحن الآن نتحدث عن 500,000 نسمة في مدينة رفح، هناك ضغط على مراكز اللواء على المحل التجارية على كل شيء في مدينة رفح. نعم، شكرا جزيلا لك مراسل الغد محمود فوضى، كنت معنا عبر الهاتف من رفح.